بحال هاد الاتحادات اللي تدخل في اطار البرامج ديال الكونفدراليه المغربيه لنشر الصحف الاعلام الالكتروني، والاخوان هنا بجهه ديال مراكش اسفي مشكورين الفرع ديالنا على تنظيم هذا اللقاء هذا، وما احوجنا مثل هذه اللقاءات، لان الاخبار الزائفه الان ماشي اصبحت تؤثر غير على الامن فقط وزعزعه الاستقرار الامني، بل اكثر ذلك اصبحت تؤثر حتى على المسار التنموي ديال البلاد. لما كتشوف ان منطقه جغرافيه جهويه بالمملكه العزيزه، الاعلام ما لعبش دوره على في الجانب ديال تبيان الحقيقه. بغينا مثلا ان هذا المسار التنموي في اطار التسويق الترابي ديال 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 المنطقه، لان ما نساوش ان اغلب هذه الجرائد اللي كندويو عليها راه هي محليه، راه كتكون مرتبطه بالمدينه وبالجهه ديالها. هاي مراكش دابا الان بمعنى راه كندويو على واحد التراب ديال واحد الجهه معين، خصنا نطوروا الامكانيات ديالنا كاعلاميين في بلوره هاد التنميه ديال المنطقه. وهنا باش يمكننا نوصلوا لهذا الهدف خصنا نحاربوا الاخبار الزائفه، باش نحاربوها خصنا مصادر معلومه متوقعه، خصنا صحفيين مسؤولين. ما كندويوش على ترية الواقع، بغينا الكل يعني الواقع، ولكن الواقع يكون بما له وما عليه، بمهنيه وحرفيه ومسؤوليه.